فوتوكوبيات ديسكريبشنز. اوكي احنا كده في ديسكريبشن اكو شرط مهم بيه. شو شرط مهم بيه؟ يلا زهره خلصي. اهم شغله في البصه الطبيه هو ان يكون كليرلي اند شورتلي مختصره وواضحه. زين البصه الطبيه لازم تصير واضحه من حق اي مواطن يشتري بطريقه جديده باي صيدليه وحسب حسب ما يريد هو. والاتصال لازم يصير اختصار. اسكو جو هنا قاطعين طالبة شوف الناس بس اختصرها زين. وصفة طبية اهم شيء به الاسم اسم الدراج يصير كاملة ما يصير باختصار زين. اسم العلمي يصير اسم تجاري يفضل اسم علمي. الاسم العلمي قلنا سبب رئيسي ليس الاسم العلمي. شو سبب اسم علمي؟ هو الاسم العلمي نقدر نعرفه باي مكان. يمكن احيانا الواحد ما ياخذ علاج منه ياخذ غير مكان حتى يعرف اسم علمي مو تجاري. اسم تجاري كبار محافظه موجود محافظه مو موجود. اوكي احنا مشكله الاسم التجاري انا قلت لكم اياه يشتغلون بالصيادله بالصيدله اكثر مو ما عندهم علاقه بالصحه. فاذا اسم علمي ما يعرفه لازم اسم تجاري. فهذا السبب الرئيسي احنا عشان اسم تجاري بس هو المفروض اسم علمي. المفروض الصيدلية ما يشتغلون الا شو اسمه بس احنا شو تقول الحياه صعبه ولا شو اسمه اي. ايش فخر؟ والله شوي شغلات. نعم. اوكي. والوصفه الطبيه اهم شيء ينكتب هكذا ما ينكتب هكذا زين. اكو الناس يكتبون هكذا الطلاب ما يصير زين. اللي يكتب هذا يعتبر غلط زين. حتى لو كله صح المفروض ينكتب افقي ليس عمودي. ايش يكتب يا جماعه ما افتهم شنو صوره. المفروض ينكتب افقي مو عمودي. اللي يكتب عمودي حتى لو صح يصير صفر. المفروض يكتب وصفه منه يبدا يقص الاخير اذا ما يميز الجواب زين. اوكي هو المفروض يكمل ليش؟ لان احنا ليش نقول مختصره؟ يلا بسرعة يلا وانت قاطع قدامه كله ايش يلا استريح. بصوا طبيعي ايش اسمه مختصر هذا انتم شايفين؟ قول اوكي هم يقولوا جوايا. الشغله الثانيه وصلوا مال المستشفى شايفين هالقدوته وصلت المستشفى وصلنا هالقدوته تكتب فيها كل شيء ما يكفي لازم في وصفه ثانيه طيب يجوز حتى يتخلص. بس المختصره هذا الوصفه يكفي زين. بس نفس الاسم العلمي يصير كامله زين. اوكي خلينا ناخذ الاختصارات اللي نستخدمها في الوصفه الطبيه. هاي اختصارات عالميه عمواني جايبه وفلان فلان هذا اختصارات عالميه واكثر اختصارات لاتينيه. اكثر اختصارات لاتينيه زين يعني مو انا مسوي اختصارات لاتينية زين. علماء صيدلة باللاتين يسمون اختصارات. هاي اختصارات ضروري كثير وصفة طبية. كان هو حتى تفكر مثلا مضبوطة مو غلط بس هو وصفة طبية لازم يصير مختصر زين. اوكي فكلمة اي سي واحد يشوف الاي يقول لك هذا بعد لكن او لا قبل لكن. هو اختصار جبت لكم اياه اللاتيني مالته انتي سيبم وده على مود معرفة فقط بس هو بيفور ذا ميلز اي سي. هذا شو وقت ينكتب؟ ينكتب نهاية الوصفة مو نهاية الوصفة نهاية ثلاث علاج زين. علاج كملتها وصلت 1 ويك 2 ويك وراه شو يصير؟ بعد الاكل قبل الاكل بالليل بالنهار عند الحاجة زين. بالاخير ينطيك شو اسمه التبييض مالته. بي سي افتر ذا ميل بعد الاكل هو معناه بوستيف هذا باللاتيني. انا اللاتيني ما اعرفه معناته انت ما تعرفه زين. اللاتيني زين كيف ما تعرفه. اوكي اس اي دي يعني 1 تايم ديلي سنجل تايم ديلي مره واحده باليوم. نقدر نكتبها واحد في واحد في الوصفه الطبيه. نقدر نكتبها واحد في واحد افري 1 تايم ا داي اور اس اي دي هاي اختصار مالته. اختصار الاخر بي اي دي 2 تايم ديلي باي تايم ديلي 1 في 2 يعني شنو 1 باي 2 شنو معنى؟ شنو معنى 1 باي 2؟ يعني مرتين. شنو معنى 1 باي 2؟ مرتين. شنو هون؟ ها؟ واحد اي مرتين بعد اوضح مين اوضح؟ شنو 1 باي 2؟ يس اوكي بعد مين اوضح بعد؟ يس يعني مثلا حبه واحده مرتين تنأخذ منهم؟ قول 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 شنو معنى؟ بعد بعد اوضح كلكم قلت مرتين اليوم لا واحد اثنين يعني كل 12 ساعة
اوكي؟ وبعض الاحيان المريض ما يفهم مثل اللي عملت زي ما يكون على السجاير، واحد في اثنين يقول عباره كل ساعتين، زي ان شاء الله؟ كل ساعتين مقصود. هو عباره كل ساعتين، المفروض بعض الاحيان يقول لك كل 12 ساعه، مرتين اليوم كل 12 ساعه، زين؟ كان بعض الاحيان مرضانا طبعا يعني ثقافتهم ما هي ثقافه، زين؟ واحد يشوف علاج حياته ما ماخذ، يجي واحد يقول لك واحد في اثنين، هو المشكله وين؟ المشكله وسط الطبيعي وين يبقى؟ سوف يبقى بالصيدلي، احنا وين يبقى الوسط الطبيعي؟ مين المريض؟ المريض يشوفه في البيت واحد اثنين يقول لك كل ساعه خير. زين؟ هو فتشي حلو ذكرنا اياه. كم يكون هذا الجماعه؟ كل سنه تي اي دي معناها 3 تايم داي يعني افري 8 اور كل 8 ساعات. كيو اي دي افري 4 اور يعني انت واحد في اربعه يعني انت كيو اي بس بالوصف ما يكتب كل اسوء. وتكتب سي اي اس اي دي 1 2 1 في 1. طيب مو طلع مختصر. هاي طلع عندك شو اسمه؟ سهل ولا لا؟ ينكتب واحد منهم، ينكتب كله، هذا الامتحان فيكم غلط صفر. ينكتب واحد منهم، مو كلهم ينكتب زين؟ كيو معناها افري، كيو تي اتش معناها افري 2 اور، هذا معناه كل ساعتين. لما لازم يكون كل ساعتين زين؟ افري اورز كل ساعة. مثلا خلينا بدل اثنين، خلينا خمسة معناها شنو؟ افري 5 اورز، إذا خلينا ستة شو يصير في الأخير؟ بالاخير اوكي مستر انا اخذ الاخير واحد طيب ما في مشكله خلينا انا كيو 3 اورز تي 3 اتش معناها افري 3 اورز زين دبليو كي معناها ويك بالاخير تشوف له لا شو له لا ما تشوف تعدي ده ما تشوف تعدي ده ام اي ان مينتس بي ار ان از نيدد بي او هو يستخدم واحد الطب اسم الكلينيكال بالاسم بي او مع اورالي بالفم بي ار في الركتم بي في معناها في الفاجينا اي ام انترا مسكولاري اي في انترا فينسلي هذا موجود وايد بالعلاجات اس اي سي اس سي قصدي سب كتينوس اون ان او ان اون نايت او ان اون ذا مورنينج سي يو بي يو اس يو بي او اس يو دبل بي معناها سوبوزيتري شو سوبوزيتري؟ SUSP معناها suspension TAP tablet VAG vagina OINT ointment SUR syrup شو syrup؟ شو syrup؟ فلويد هو يعتبر عن الشراب احنا نعتبره اورال فلويد ليكويد سوليوشن اوكي موجود يا شك ويا ووتر دراج شوجر انفلامرينج اوكي اللي هي اكتف دراج اي ام بي امبول شنو امبول؟ هذا شنو امبول؟ انا في العلبه صغيره صغيره شنو؟ يعني امبول امبول يعني شنو بي؟ اكتف دراج اي ان جي طبعا لا تقولوا من اكتف دراج اوكي اي ان جي انجكشنز D day K A P S كابشن اوكي بعد اختصارات كان اختصار كل شوية تقريبا عندنا اربع خمس صفحات اختصارات مجمل جبت الاهم زين صعبة شوية تحفظ كلها زين هاي اختصارات عالمية هذا اختصارات وين ما تكتبونها يمشي لان كل العالم ياخذون اختصارات خصوصا جماعة الصيدلة ياخذون اختصارات عندهم معلومات كاملة عليه زين يعني يدرسون دراسة كاملة هاي اختصارات كلش ضرورية لازم يعرفها زين وانا بالامتحان جبت هاي اختصارات وصفه طبيه او تقول يا شنو الاختصار زين؟ اوكي؟ سمني عندنا يا هذا الذي عندنا يا ابني. تعالوا قلنا تعال. بس اجي. شو انت عدت كله؟ هاي كانوا راهم يا عمر انت شباب. لا لا لا. يعني جماعة الأخير خلي يسمعون يعني بقول لك شو اسمه؟ يا الله خلي يصير عندنا الأي سي اللي هو شنو؟ خلي الأكل يفهمني. عندنا بي سي اللي هو افتر هذا وين يكتبه؟ بالاخر الوصفه الطبيه. وين ما خلصنا الكتاب الوصفه الطبيه يكتب اخر شيء. بعد التعليمات بعد الاس اي دي اللي هو مره واحده وان تايم داي واحد في واحد واحد في واحد قبل تو كنت فور بي اي دي اللي هو 3 اللي هو مرتين يعني كل 12 ساعه
الجي تي اي دي اللي هو ثيرتا يعني كل 3 تايم دي 3 تايم دي يعني كل ساعة كل ساعة الكيو اي دي اللي هو 4 تايم دي والكيو اللي هو الهيفي دي انت ما تحكي مو تحكي لنا تحكي لنا تمام يا ابن الكم والله يلا 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 تحكي تحكي من كم البقي هذا؟ يلا تعال تعال تولي اخي تعال تعال تولي اخي تعال 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 يلا يا اسرع كنت الوصف انا بالامتحان ما عرفت تكون وصفه كامله ترى فقط العلاج شوي كتب بالامتحان ما يكون زين العلاج شلون تكون وقت تكون كيس وتكون بيها معلومات وانت ترتبون لك ترتب العلاج زين بصوره مضبوطه ولي الو 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 الثاني يصير كتابة وصفة طبية وصفة طبية ما لك تكتب اسم الدكتور عيدا وغير كاميرا لين اطلب يكتبونها شغلات نيم مع فلانة ما اريد اريد فقط يكتبون لي علاج شلون يكتب العلاج زين وصفة طبية يصير كليرلي عند واضحة زين نقطة أخرى احنا قبل ما يكتب علاج لازم شنو نسأل شلون يكتب علاج شنو نسوي لازم عندك حساسية ولا لا زين هالنقطة كلش مهمة لازم نخلي بالنا الليرجي اكل ولا لا هاي كل شيء. النقطة الثانية لازم نخلي بالنا كوست تكلفة العلاج إذا علاج غالي خلوا بالكم المريض ما يأخذ العلاج مو كل الناس عندهم إمكانية يشترون علاج إذا علاج يكلف 150,000 200,000 توقع هذا المريض مستحيل يأخذ علاج كامل مستحيل المستحيلات يأخذ نصف العلاج بس يتركه والمريض ما يصير زين إحنا دائما نفكر بالمريض أكثر من نفسنا زين إحنا قسم مالتنا شو يقول ونتخرج نخدم المريض والمجتمع هذا قسمنا ما نقول نخدم نفسنا لا نخدم المجتمع زين المفروض احنا ولا نخدم المجتمع لازم نفكر بامكانيات المريض، وانا ما اقول لكم تطوع علاج ما يشتغل، اكو شركات علاجها مو شيء تصير رخيصه فما نصير نعطي علاج ما يشتغل، نعطي علاج يشتغل بس باسعار مناسبه، مو اسعار غاليه زين هاي كل شيء. شنو الفرق بين غالي ورخيص؟ هي نفس الماده العلميه. مو شركات، معليش مو شركات. يعني مو نفس الماده العلميه، ليش ما شاء الله يختلف بالكواليتي؟ مو اكو شركات يعني ربحيه ربحيه، انا ما اقدر احكي انا مو صدقاني ما اعرف شغلات، بس انا اشوف شغلات ربحيه. يعني علاجه مو فعال علاجه مجرد دعايه شلون تشلون علاجه مو فعال انا ما اعرف شو هذا مو صيدلاني ما اعرف بس اوكي اوكي علاجات صدق ما يشتغل اوكي علاجات صدق حتى كوليسترول حق مالته ما يشتغل إيه. بس انت جد تنطيع علاج سعره مقبول مو يكلف 300,000 400,000 اكيد اكيد ما ياخذ علاج هاي كل سلامه يا سعيد هاي عين شلونك وعين سلام الله يخليك شلون؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هلا رسالتك فمثل ما قلت لكم اياها فالمفروض ان المريض ياخذ العلاج يشتغل بس مو غالي يعني غالي يكلف انا اقول غالي يكلف ما حد ياخذ ما يكملون علاج ما يكملون ما ياخذون كل العلاج الكريم واكل
اذا واحد يوم تعب 4000 5000 شلون يقدر ياخذ علاج 200 300 الف صعب، عنده ايجار عنده بيت عنده هو ايش هذا تعالوا انا فلازم نفكر احنا انا قصدي نام سنه اتفاق على قصدي اتفاق يا سيد غلط نام لان يصير غالي شغله غالي بس علاج غير مكان يكلف 50 الف وطالب نايل يكلف 150 الف 200 الف هذا قصدي هذا زين اوكي هاي مطلوب عندكم تحفظون احفظ زين اختصارات ضروريه تحفظها زين لان هاي الادويه اختصارات عالميه ما انا مسويها هذا عالميه الناس قاعدين بدول الصيادله شو اسمه قاعدين يسوون لها اختصارات عالميه هذا مهم تكتبه يمشي ما حد يقول لك انت غلطان زين بس يبقى الاسم العلمي للعلاج يبقى ينكتب كامله وبدون اغلاط علميه زين سبيرت مضبوط زين هاي نخلي بالنا زين وانا بامتحان اخوان اجيب لكم كيس اقول لكم اياه هذا الكيس شلون تعالج اكتبوا لي اياه بوصله طبيه بس اعطيكم فت علاج مثلا اقول لكم اياه هذا علاج تاخذ ياخذ اومبرازول انت بعدين بك شغل تسوي علاج شلون ياخذ اومبرازول كم مره بعد الاكل قبل الاكل زين المفروض تعرفونه زين هذا ماخذين من المحاضره المفروض محاضره انتم رابطين رابط زين واحد مبسوط الى اخر زين اوكي اعطيكم دوز ما يخاف دللوا هاي دللوا اعطيتكم دوز من ما سجل؟ ليش ما سجلت؟ حد سجل مكان غيره؟ ها؟ عندكم سؤال؟ بعدين قلنا شنو؟ كونسنتريشنز بعدين قلنا تابلت ورمبول بيال حسب العلاج بعدين قلنا واحد في أربعة أو فور تايم أو نكتب كيو آي دي كيو آي دي واحد منهم مو كلهم تكتبونه زين أو فور تايم ديلي أو إيفري 6 أور كله صح بس هو يفضل اختصار زين واحد منهم زين يكتب كله يعتبر غلط تكتب واحد واحد قلنا قصه قصيره وتكتب كله واحد في اربعه في واحد شو عشان اوكي بعدين شنو قال؟ فور كم يوم ياخذ العلاج؟ فور ويك خمسة ايام شهر كل فور ويك بعدين ما يجي تعليمات الطبيب بعد الاكل قبل الاكل حس نوعية العلاج سي فوق قبل الاكل يصير اي سي اذا اكو علاج ات نايت نكتب نايت نايت اون ذا نايت اذا بس صباحا نكتب صباحا ليلا ليلا زين اخر شيء كتبه انا زين هذا وسط طبيعي شيء كتبه هذا المفروض الامتحان عندكم هذا الامتحان عندكم هذا انا مو راح انك انا شو عم بقول لك مالي تخصص طبي انا بجد سويت